السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد. وفي الفيديو ده مراجعة رواية ناقة صالحة. الرواية بدأت مع بداية القرن العشرين، في كان في نظام الخليج ساعتها. قبائل ما كانوش دولة موحدة، أو ما كانتش ليهم جمهورية أو مملكة أو كده يعني، فكان في صراع ما بين القبائل دي، وكان في النص كده علاقة حب نشأت ما بين دخيل ابن الأسمر وصالحة. هل هم ارتبطوا ولا لأ؟ كل الحاجات دي هتعرفوها في الرواية، ولكن هتنتهي بزواج صالحة من صالح ابن عمها واعتراض أهلها ان هي تتجوز دخيل. ودخيل ابن الأسمر كان شاعر، وقرر ان هو يغير اسمه ويغير مكانه، وراح لإمارة الكويت في وقتها عشان خاطر ينسى ويبدأ حياة جديدة باسم جديد بمهنة جديدة. ولكن الحظ هيخلي إمارة الكويت هتحصل حرب ما بينها وما بين قابلته، فهتعيد عليه الذكريات من تاني. ومن هنا بقى أسيبكم للرواية بدون حرق لأحداثها. بجد الرواية كانت تحفة، هي من ترشيح نضال. أنا كنت متحمسة جدا أن أنا أقرأها، لأن أنا بحب جدا ترشيحات نضال. وبصراحة أنا لسه دماغي متعلقة بالرواية، يعني أنا حسيت أن أنا حتى لما خلصتها الرواية ما خلصتش جوايا، كنت عايزاها أن هي تكون أكبر من كده. أنا خلصتها طبعا بسرعة لأن هي صغيرة، حجمها حلو جدا، ولكن أنا كان نفسي أن هي تكون كبيرة. وبس اللغة بتاعتها ما كانتش بالسهولة اللي أنا كنت متصوراها. حتى الرواية كلامها مش كتير من جوه، يعني في كده كتب لما تفتحها تلاقي السطور فيها كتير، الكلام فيها كتير ومليان، والسطور صغيرة أو الحروف صغيرة. لا، دي كانت رواية صغيرة جدا، وبالرغم من كده كانت بجد تحفة، وكان في اقتباسات فيها فظيعة. حبيت جدا فكرة الروايات عن الصحراء وعن الخليج وعن اللغة نفسها. وكمان سعود السنعوسي من أكبر الكتاب على الساحة، فأنا حبيت أن أنا أقرأ له تاني، ودي كانت أول رواية أقرأها له، ومش هتكون آخر واحدة. وبإذن الله ناوية أن أنا أشوف باقي رواياته أو باقي كتبه، متحمسة جدا أن أنا أقرأ له أكتر. وبجد اتبسطت واستمتعت جدا جدا بالرواية، وبصراحة برشحها لكم جدا. يعني تقييمي ليها كان 5 من 5. كان في تنقل ما بين الأحداث والأشخاص بطريقة سهلة وسلسة، وكان كمان ما تهتش في الرواية. حسيت ان انا في صفحات كنت بقرأها اكتر من مرة عشان بس افهم المغزى من الكلام او كده، ولكن ده كان بسبب اللغة، ان هي كانت جديدة عليا شوية. من اكتر الحاجات بقى اللي فعلا فرحتني وزعلتني في نفس الوقت، ان فعلا في منطقة اسمها ديار صالحة، وان احداث الرواية شبه حقيقية، او يعني تكاد تكون في كذا كتاب او كذا تاريخ. وفعلا كان في الشاعر دخيل ابن الاسمر كان موجود، و معروف قصة حبه بصالحة. ولكن بجد أنا يعني حزنت للنهاية المأساوية اللي حصلت، ولكن بجد أنا استمتعت جدا بالرواية، وأتمنى أن أنتوا تقرؤوها، أنا برشحها لكم جدا. وبس كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، وأتمنى أنه يكون الفيديو كان خفيف ولطيف على قلوبكم وعجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد من فيديوهات مراجعات كتب وروايات وتخطيط بولي جورنال لكل شهر. كونوا خير وكونوا بخير يا أصدقائي. سلام.